وفي شان الفلاحي، وبعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها أغلب مناطق الوطن المناطق الشمالية للوطن، تخوف بعض الفلاحين على محاصيلهم الزراعية، غير أن الأغلبية استبشروا خيرا بهذه الأمطار لما سيعود بالإيجابي على منتجهم الفلاحي. نتابع التفاصيل مع هناء خاطري. تضاربت آراء الفلاحين حول انعكاسات كمية الأمطار الغزيرة المتساقطة على النشاط الفلاحي، خاصة وأن العديد من الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة جراء السيول الجارفة والأمطار الطوفانية التي اجتاحت المحاصيل الزراعية الموسمية. بين مرحب ومستبشر خيرا بالأمطار المتساقطة، الفلاحون اعتبروا هذه الأمطار خاصة في هذه المرحلة عنصر مهم لمنتوجاتهم الفلاحية. في الحارة قاعد معمرة ما احنا رانا كل هي تفجر راه عايم علينا المال هي ترى وقيا قرنص ما نوح قال قرنص مغارون او راه حق او راه مربي وما نوح قال والريح ثاني كي تكون النواره جديده هكا كيطيرها كيكون ريح قوي كيكون خفيف ما عنده ما يدير لها المطر ثاني ما عنده ما يدير لها. غزارة الأمطار خلال هذه المرحلة في بعض المناطق من شأنها التأثير سلبا على محصول الفواكه من جهة، وعلى تفتح بعض الأشجار من جهة أخرى. الأمطار الطوفانية والجليد هذو هما اللي أثروا على الإنتاج تاع الأشجار هذو. هو الأشجار بصفة عامة الأشجار المثمرة تحب أمطار منتظمة وكذا، وحتى واللي كان يستعملوا السقي لازم يكون سقي منتظم، وخاصة في وقت الزهور كي يبداو يخرجوا الزهور. عندنا الامطار دركا في شهر تاع افريل هذا في البطاطا مليح سيرتو دركا وين زرعناها للثوم، ثم نطوب الثوم يجي يخشان تجي مليحة. لتبقى الأمطار المتساقطة خلال هذه الفترة مفيدة جدا للمحاصيل الفلاحية خاصة الأشجار، في حين ستعرف المحاصيل الغير مرهونة بالسقي إنتاجا وفيرا.